هبتدي محمود متولي لان ده اهم خبر. وبخصوص محمود، الناس امبارح قلقت وكان التشخيص المبدئي ان هو عنده قطع في الرباط الصليبي. الحمد لله الاشعه اثبتت ايه؟ اثبتت ان هو عنده قطع جزئي في الرباط الصليبي. طيب موضوع القطع الجزئي ده المده بتاعته قد ايه او ايه اللي هيحصل؟ هيترتب على الفحص اللي هيعمله الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه في النادي الاهلي. الفحص ده هيبين هل القطع ده اكتر من 50% اكتر من 50% من الرباط ولا اقل من 50%. يعني الجزء اللي اتقطع في الرباط 50% منه ولا اقل من 50%. لو اقل من 50% مده الغياب بتتراوح ما بين 4 لـ6 اسابيع. هيعمل فيهم ايه؟ هيتاهل بس تدريبات في الجيم، تدريبات تاهيليه كلام من ده، ينزل بعديها للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي باذن الله تعالى مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون ده الحل الاقرب او ده يكون النتيجه الاقرب. يعني في الحقيقه لو اكتر من 50% هيكون لسه بقى فيه قولان في الجزئيه دي، هل يبقى فيه تدخل جراحي، هل يكتفي برضه بالتاهيل ولا لا، ده اللي هيحدده الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي. لكن انا قلت لكم كده بالتفاصيل جزئيه محمود متولي.